أعزائي المشاهدين أينما كنتم على سلامتكم، مرحبا بكم. ضحية عدد اليوم هي سفيرة الطبخ التركي في الجزائر سارة أوسكان، اللي عرضناها البرنامج تبادل ثقافات، ولكن خلال التصوير سارة بزاف عفايس اللي قلبوا الموازين. أبقوا معنا. دستور السلطانة سارة وصلت وكالعادة شهرزاد في الاستقبال. نورتي المملكة يا سلطانة. وشنو أنا جامي شفت سلطانة طيب. ومدير الفندق راهو يريقل في روحه باش يستقبل السلطانة سارة. هاي جات حبيبة. ايه هويام هويام تاع سلطان سليمان. أيوة أنا هو مرتو. حبيبة دخلتي ديرك بتسارة. يا سبحان الله وجابك الطيب في كوزينة العرس. ايه هكي تشوفي العرس نتاعو تاع سلطان سليمان. ايه رايح تزوج مرة واحدة أخرى تشوفي. كان كي نقعد هنا في هذا الاخر وحدي نشوف بزاف حوايج. ايما عندك حيط في دارك قهوي ولا؟ ايه كاين. هذا غير نحيط. حيط بنيته جديد نحيط. ما يخرجش عليك حبيبه رانا في رمضان الفو باتيك دبل. شفتي حاجه تاع غبره بخمسين الف؟ لا لا ما نشريش الغبره. شفتي حاجه شغل طين ولا مانيش عارفه ديريها في وجهك؟ ايه صح حبيبة جايبة الخبر الكلش حتى كلك تحفر لك وجهك. صح تهدري منك بالصح كيفاش راني طالبين صح على حبيبة الاستيتيسيان. يا مخلوقات ربينا يا كون قاعدة نشوف بزاف صوالح. نشوف سلمين الكتفين. أنا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. فهمتي دارنا عند سميرة تيفي ولا رانا عند الشوافات؟ هذه المكلة أنا. لا لا هذا سيتور بزاف كي تبيع تراكا مازال 19 سنة وانا تما درتي شغل ايسوار دامور مع تركي. ما تغيريش حبيبه. شوفي خذي راي نحي الحيط القهوي وما ديريش لارجي. خيط ولا حيط؟ حيط حيط حيط. عندك حيط في دارك قهوي ولا مبيض بالقهوي عبساكا. السلطانة بدات تتوسوس. بيتي جديد؟ جديد والله. كي كنتي تبني فيه كان تما كنتي قاعده وما يبنو. ديري كونفيونس في الناس صح؟ سلطانة يقول عليها انتيا. شكون انت اصلا؟ ما دام شخصيتك جاوبين انا واش شفتها مع هذه. ايوا سمع انا هو الحمى راه في هذه جبتو انا جبت مونت هذه شافك. لا ندير حصان ندير حصان خصك. السلطانة دخلها شويه اللوشه. صح سلام كاميرا كاشي سيريو. De plus grande entre les caméras que j'ai. Hadi, Hadi, elle est un peu pas normale, c'est vrai. Là, elle est normale, madame. Non, c'est pas normal. قلت لكم باللي راهي كحلة بين شهرزاد وحبيبة. بصح شهرزاد هي اللي تبلاتها. صافي الله يلا يلا الشيطان روحي. أبي قادرة تقع دوك نعيط لخالي. فازي حبيبة. والله ما تكملوها. حبيبة شباك سافير. أنا قلت لك. جوني باك سافير. أنتم قلتوا عرس بعد قلتوا حصة بعد قلتوا كاميرا كاشي يعني نسمع سي تبلي. سي تبلي كيكا. والله ما يخليكم ثقة هنا عبالكم واقيلا أرواح وبعد. درتوا لنا التبهديل قدام السلطانة. سلمى عاد نوس نديرو هكا حنونة والله لا روتار تقدري ديري لها كيما ندير لك شي معدنوس. اي صح وين ندير لك معدنوس دردر فوقه برك. اي صح ندير لك معدنوس. روحي روحي الله يخليك والله لا روتار. قطعي شويه سيترون وحطيه لهنا فيها فين هكا برك هذوما معدنوس وسيترون. اي صح ندير لك لكم المعدنوس والقارص برك يرحم والديكم ما تخلطوش. روحي تريحي ونتلاقاو من بعد. حبيبة ما غلطتش كي قالت لك ديري بزاف كونفيونس في الناس. يا واش راك دير يا الباندي يا ولا لا ريح يا وحبس واش راك دير. يا
يا سلطانة سارة يا وراكي مخدة وانتي لاخبر. صافي سي بون سات فا ان بو؟ وي تري بيان. جو سوي بولفيرسي. الا بولفيرسي. ملكيكا واه شهرزاد حبيبة جايتك على عين العورة واقيل. 3 2 1 ستوب. مرحبا بكم احبابنا في لقاء جديد على سميرة تي في، حصة جديدة وبارتناريا مع فندق فرديليلي، فندق 4 نجوم من ارقى واجمل المناطق هنا في العاصمه في بن عكنون. راح تكون معنا ساره اسكان. مرحبا بك ساره. بيك وهلا، ايش رايك لاباس؟ شرفتينا انت اليوم متالقه كالاميره. ميرسي. الله يسلمك بنورك والله. ربي يخليك. ورائحه الطعام راح تشهي. الله يسلمك. الله يعيشك. ساره راح تحكي لنا على شغفها بالطبق التركي، بالمطبخ التركي، لانها تحب المطبخ التركي. أكيد. وعرفناها على قناه سميره تي في بهذه اللمسه التركيه، تقولنا اليوم واش اقترحت للمطعم، وان شاء الله يا ربي تكون من بين الفائزين. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ونسبر. دونك لو بلا هذا اللي ريش في ليغوم، ودرت لي فوي دو فين، يعني ورق العنب محشي كما يقولوه بالتركيه زيتيني على، يعني سون فيونت. طبخته بالقارص والنار كشيسي، يعني دبس الرمان، وما ننساوش تشكيله تاع لا سالاد. دونك اللمسه لمسه جميله وتشكيله جميله. سارة حكيتنا على الطبق نتاعها، ان شاء الله يا ربي يعجب صاحب الفندق والمطعم. نرحبوا بالسيد زكريا مدير مطعم فرديليلي. مرحبا بك. الله يسلمك. مرحبا. مرحبا بك. تفضلوا. تفضل سيدي. يزيد فضلك. صحيت. احنا متشرفين بوجودنا في فندق فرديليلي، وان شاء الله وهذا الكونسيبت جديد وهذه الحصه جديده. حابه نعرف كيف جات الفكره انكم تخيروا من شيفان سميره تي في لتقديم هذه الوصفات. خيرنا سميره تي في باسكو كيما نقولوا في الجزائر في الكولينير ما كاش افضل من سميره تي في. وان شاء الله لي شاف تبعكم يكونوا في لاوتير ان شاء الله. ان شاء الله. اكيد تاكد انه من اشهر الشيفان في الجزائر موجودين على سميره تي في. الله يبارك ما شاء الله. بارك فيك. دونك انا كل وحدي ولا تفضل دوخ دوخ معك. داكور بسم الله. صحتك. نقول بصحتك. دوك ينشفوا لك فمك. مالحه شويه. صدمة كبيرة. كيفاش مالح؟ مالحة مالحة. مالحة؟ لا مالحة. اوكي. جيبوا لي بابيي. ان فيت باسكو انا درتها قبيلة ما كانتش مالحة. نو. الله يخليك اون بو كوبي. هاك لي دقيقة. سي كوبي. كوا؟ تفضلي. ها هي. ا سو بوان. اوه ا سو بوان. يا ودوقي تراش بركاه ا سو بوان. اه نو مالح بزاف مادام. لا دقتي مالح من في الدار انايا دقتو نورمال. ها هو مالا كاين واحد حط لي الملح. نعم شكون حط لي الملح؟ حطوا لك الملح؟ طيبته قدامها. شكون حط القارص؟ شكون حط لوسمو ولا خي حط تي جي تي؟ بصح هذه نعرفها دوبي لون. انت حطيتي قارص؟ بصح انا غير جبحت وحطيت البيرسيم. هاكي شو درتي غير قارص و مسيو من الشيطان؟ لا لا من زمان. شي ديزولي. السلطانة سارة ما عرفتش كيفاش تبلات. الكاميرا دو سيرفيونس دوك نشوفوا شكون اللي دنا، شكون اللي خلق. كنتو تخدموا الفوقه؟ تفتح فتح الفيل. كنتو تخدموا الفوقه مدام؟ اه الفوقه هنا. السلطانة مسكينة صار دير الثقة بزاف. شوفي بون عيط لي كي بتاعو سمو تاع لي حاكمين لي كاميرا دو سيرفيونس. متخيلوني شك في انايا. دوري دوري يا شهرزاد وما تسلكك غير حبيبه. يعني نقدر نوريها لكم بصح مشيت باصوني معاه ونعشي في المحل. ما بغيتش انا سلكيني. شوفي نوريك حاجه باش بغيت تحصل فيا. بالو قلتوا لي بلي انا مهبوله بصح انا مانيش مهبوله. نو امي لي مالاد. نو امي لي مالاد. هاتيها. واه تشوفي راه تشوفي. هاتولي لها خلاص شوفي. نو نو وريها انا سلكي. لا 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 حقي هذا واش بيك؟ نو نو من حق. نو نو شدي انا حسوا فيا. حسوا فيا. حسوا فيا. بصح من بعد انا يطرد لي. حسوا فيا انا. المرأة جايبتها انا داير نحسها تقولي نحصل انا يقول لك بلي راكي ديري في الملح ولا يوسيكو. بس حبسي حبسي. شفتوا حبيبة باللي تلقاوها غير في الشدة. بصح انا ما تبيعونيش مدام. اسكت خبزتي في اللعب.
لكن هكم حاجه دائما نقول صح. لا ما حبسش شي كان يدير كيكه ما تقولش حبسي دوك نقول لك جيبي لي البطاطا البرغل هذيك تاعي البطاطا البرغل تاعي جيبي البطاطا البرغل هذا جيبي لها اسلام طلع البطاطا البرغل على بالك طلع جمعي اختي جمعي هذا جيبي لها جيبي لها البطاطا تاع البرغل جيبيها لها هذا الطفل نتايا اسمع اروح اخينا اروح لهنا نتايا انا شفتك جاي قبيله تقول لي بلي تدي بلاصتي ما بلاصتي يا خويا انا عندكم مشاكل داخليه انا والله العظيم ما عندي حتى انا قالوا لي الواحد قدمي حصه داكو نجي فيها دي زانفيتي شكون هذا مين تايا مهبول تلعب لي بالبلاط تاعي كيماك معاول نشالك بيه ولا كيفاش فهمتي ماذا؟ نعم واش بيك انت يا مريض مريض تحكي معايا كيما هكا حبسي اسمع دوك نوري لك سارة كيفاه سارة يا وراكي خلعتينا اسمعني مليح هني هذا البلاط تاعي صاد اللي سكت عليه صاد واش كيش رايحك مادو سمعت نحيدك مادو نحيدك شو حق ربي نطويح على زوج عمو كان الشمالة نحيدك نقول لك ما جيتي مرا مادو نحيدك شو اللي الملح نحيدك مرا مادو اللي يا سبحان الله هاجت عليه كيف حالك سيلفو بلي لو انا قسما بالله غير خفتها يا ويد حلفت عليك مراه يا وبات قاعد صح واش قلت لك خفيره فيا اسكتوا كاع بنشالك بالبلان صحيح الديكور هذا مادام حق ربي عندك كاميرا كاشي شي دزولي شهرة زاد وندمت والله غير بكيت معاك يا سارة ان شاء الله ما تزعفيش علينا الاخت سارة الكل يشهد لك باللي عاقلة وبزاف مسالمة وشنو قلبك حار على خدمتك واللي خلط يخلص هذا اللي دالك الملح خبيناه جبنا الدوزيام خوهي تشبه له بيان سور وانا ننكر انت حكمتي هذا كي قال لك ماشي انا اللي درت ماشي هو اللي دار بصح بيناتنا ساره ماشي هكذا حكمتي السيد بخنيقه قريب خرجتي له عمره على جال شويه ملح وفاش عجبتني ما شكيت فيها والله ما شكيت فيها هذه فاش نعرف هذا في لونغ دات الله يبارك يعطيكم الصحه ليكيب تاع سميرة تي في والله يخليكم لبعضاكم وحبيبة كيفاش عرفت بلي تستعملي لارجيل بلونش وعندك حيط مارون في الدار من جبتي انتيا سميرة لابول ماجيك لو هذا كاع من تحت سميرة التصويرة هذيك اللي بعتيها لها باش توري لها واش راح تلبسي سميرة سكانتها مليح ودارت لك بها الهدا وطيحاتك في الشبكة يا سارة درتوها بيا قناة سميرة تي في وصحة رمضانكم ربي يحفظكم يعطيكم الصحة دونك مشاهدينا الكرام الحلقة نهاية عدد اليوم ما بقى لي غير نلقاكم راكم تشوفوا الله يبارك المحبة نضربكم معايا غدا إن شاء الله نفس قناة سميرة تي في نفس الوقت تهلاو في روحكم صحة صحوركم وموتوا عليكم سلام هاي حيوا الناس سمحينا مدام سمح ربي يحفظك